انا هقول لحضرتك حاجه، لو سافرت الخليج وشفت الاطفال بيتكلموا لغات اجنبيه بشكل رائع جدا، ولكن لغتهم العربيه قويه، ما طبعا عندهمش اخطاء لغويه زي اللي بشوفها. لو سافرت المغرب العربي على النقيض بيتكلموا لغه فرنسيه بشكل طليق جدا، ولكن اطفالهم ما عندهمش الاخطاء. ليه هنا في جيل في مصر للاسف، طبعا انا مش بتكلم على كل المدارس، انا بتكلم على المدارس الانترناشونال، المدارس الاجنبيه، حطتهم في خلال هذه الفقاعه اللي يمكن جمانه لسه بتتكلم عليها. النموذج ده موجود حقيقي، ان احنا شفنا ده ان في اهمال لتعلم اللغه العربيه، ولكن البيت ليه دور زي ما المدرسه ليها دور. بالظبط كده، برافو عليك. لو الاهل هم اختاروا شكل المدرسه اللي اولادهم فيها، يبقى هم بالتالي عارفين ان ده شكل الحياه اللي هم عايزينه، او بيخططوا لمستقبل اولادهم بشكل معين، مع اهمال اهم حاجه وهي لغه الام. لان ببساطه لو احد الاولاد ده طلع سفير وهيمثل بلده، هو مطالب ان هو يتكلم بلغته الام طبعا بجانب اللغات الاخرى. ينفع يبقى عنده اخطاء لغويه يعني ولا كده؟ ما ينفعش طبعا. ولكن في نماذج اخرى ومدارس بتهتم باللغه العربيه وبتهتم بالتربيه الدينيه وبتهتم بالتعليم ده، وبيبقى في دور من الاهل ان بيبقى في دايما تواصل طبعا بين معلمين اللغه العربيه، اشوف ابني عنده نقطه ضعف في ايه، ويبقى في برضه تواصل من المدرسه مع الاهل، مطلوب من ابنك 1 2 3.